السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع www.easycode.com. غادي نشوفوا درس جديد النهار اللي هو كو سينيفي لو مو بروغرام. شنو كتعني لو مو بروغرام؟ يعني ما هو البرنامج بصفة عامة؟ نهضروا على البرامج دابا. عاد ندخلكم الكتابة ديال البرامج عبر الالغوريتم. رجعنا نشوفوا شنو هما لي بروغرام. يمكننا نقولوا المثال الأول الكالكولاتريس اي ان بروغرام. مثلا الكالكولاتريس اللي عندنا هنا في ويندوز 7 كما ترون ها هي. مثلا هذه راه ان بروغرام برمجوها بواحد لغة البرمجة معينة. المهم مثلا بغيت تريتمون دو تكست اي ان بروغرام. مثلا الوورد ملي كتكون كتخدم في الوورد وكتكتب شي تكست، راه الوورد سي ان بروغرام. فوتخ لوجيسيال دو شات اي ان بروغرام. مثلا ملي كتكون كتشاطي في فيسبوك، فيسبوك راه اي ان بروغرام. ولكن داك البروغرام ديال فيسبوك راه ما عندكش في البيسي، عندك في واحد ان سيرفور في الشركة ديال فيسبوك انت كتدخل له. وهكذا مثلا لي جو اللي كتلعب راه سون دي بروغرام. لي جو كيلكو سوا هاد الجو اللي كتلعبها راه عبارة عن دي بروغرام مبرمجين. وورد، لوفيس، جوجل كروم، موزيلا فايرفوكس سون دي بروغرام. هما اللي جينا نشوفو هنا دي زيكون ديال لي بروغرام. موزيلا، ويندوز ميديا، الفلاش بلاير، الوورد، اكسل، فوتوشوب، شي كلو دي بروغرام ولفنا نخدمو بيه. اللي خص اللي بغيت نركز عليه في هاد الدرس هذا اللي هو الاطراف اللي كتستعمل هاد الاطراف الاساسيه اللي كتستعمل لي بروغرام. مثلا انايا غادي ندخل لهاد الكالكولاتريس، هذا بروغرام غادي ندخل له انا. مثلا هانتوما كما كتشوفوا هذا بروغرام دخلت له. هاد البروغرام شو كنتسمى انا؟ انا كنتسمى مستعمل. يعني جيت دخلت لهنا لقيت البروغرام واجد، لقيت البروغرام واجد دخلت له. انا كنخدم به عادي 8 × 6 = 2. صافي هذا انا كنتسمى مستعمل ديال البرنامج، يعني كنستعمل البرنامج ماشي شغلي كيفاش داروا البرنامج ولا شي. انا جيت لقيت واجد خدمت به سيسو، هذاك تسمى المستعمل. مستعمل يعني المستعمل هو الذي يستعمل البرنامج. بينما نجينا نشوف المبرمج، المبرمج هو الذي قام بصناعة البرنامج. نجيو مثلا المبرمج هو الذي قام بصناعة البرنامج. المهم غادي نزيدو نشوفو في الدروس القادمة هاد نزيدو نشرحو شنو المبرمج وشنو المستعمل، وكذلك نشرحو بعض الأمور. سال الدرس، تلقاو في درس قادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.